طيب مفاجأتنا الثالثة هيكون معانا العائد من الإعارة والقادم بسرعة الصاروخ الحقيقة مع النادي الأهلي محمد شريف. محمد شريف تألق وبشدة الحقيقة مع نادي إمبي، وبالتالي رجع مرة أخرى للنادي الأهلي وبيؤدي مباريات جيدة جدا وعلى طول بيجيب جوان، وهو ده المهم بالنسبة للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف مفاجأتنا الثالثة ولقائنا الحصري الثالث، محمد شريف نجم النادي الأهلي. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر إقامة النادي الأهلي واستعداداته لمونديال الأندية. معايا في هذه اللحظات أحد أبرز نجوم النادي الأهلي على مدار الفترة الأخيرة، ولاعب عائد من الإعارة بعد تألقه بشكل كبير جدا، وهو محمد شريف نجم النادي الأهلي. يا شريف برحب بيك في البداية. حبيبي أمير، مبسوط إن أنت موجود معانا رغم إن أنت سايب البرنامج بتاعك وموجود في الحدث ده، فإحنا مبسوطين إن أنت موجود معانا. حدث مهم، يعني حاجة شرف لينا إن إحنا نكون متواجدين فيه، لكن مهم جدا إن إحنا نطمن عليك ونطمن على استعدادات النادي الأهلي للمباراة المقبلة وأولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم. طبعا احنا جايين طبعا مركزين جدا، احنا يمكن جايين بدري شويه بس احنا مركزين. ماتش مش سهل زي الناس ما فاكره، ماتش صعب جدا، تلعب فرقه محترمه عندها لعيبه كويسه وعندها محترفين كويسين. طبعا في ناس كتير بتتكلم عن البايرن وكده، لا احنا مركزين في ماتش الدحيل لان الماتش ده هو ده اللي هيحدد انت هتلعب البايرن ولا لا، لان انت لو لا قدر الله ما فيش مكسب ماتش جاي انت كده مش هتلعب البايرن، فانت لازم احنا بناخد مرحله مرحله، فان شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس ونقدر نكسب ماتش جاي، لان الماتش جاي كمان هيحدد ان انت تاخد مركز محترم في البطوله. أهمية تواجدكم بشكل مبكر هنا في البلد المستضيفة لبطولة كأس العالم، ومدى الإفادة اللي تعود عليكم من خلال تدريبات في مقر إقامتكم هنا أو في الملاعب القريبة من مقر الإقامة وقبل المباراة المهمة؟ طبعا احنا هنا موجودين يعني عشان انت طبعا بطل افريقيا، فاحنا مبسوطين جدا ان احنا موجودين في المكان ده، احنا مش عايزين نبقى ضيوف الشرف هنا، احنا جايين زي ما انا قلت لك بدري شويه مستعدين عايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير، فما ينفعش ان انت تخرج من البطوله بشكل مش كويس، فاحنا بنعمل علينا بنجتهد، ولازم لازم ده قدر لعيب النادي الاهلي، لازم مطالب اللي هو المكسب على طول، فاحنا زي ما قلت لك احنا هنمشي مرحله مرحله ومركزين جدا الفتره اللي جايه باذن الله. تابعتم اكيد مباريات لفريق الدحيل على مدار الفتره اللي فاتت، وبالتحديد بعد انتهاء مباراه بيراميدز في الدوري، عايز اعرف رايك في الفريق ده ايه وكيفيه التغلب عليه باذن الله من وجهه نظرك. مستر بسماني طبعا بيبعت لنا كده على الايميل بتاعنا ماتشات، مش هو طبعا الناس اللي معاه يعني بيبعتوا لنا ماتشات على الايميل بتاعنا بنتفرج على الفرقه، يمكن هو بعت لنا ماتشين وغير المحاضرات الفنيه طبعا اللي هو بيحضرها لينا. متابعين طبعا الفرقه وعارفين اهم عناصر القوه بتاعتهم وعناصر الضعف، فان شاء الله نقدر نشتغل عليها باذن الله. استقبال الجمهور هنا في الدوحه واستقبالهم الرائع ليكم، ايه الاثر اللي عاد عليكم بعد هذا الاستقبال؟ طبعا النادي نادي كبير، الجماهير بتاعته في كل مكان. طبعا انت جيت معانا امير بلاد كتير جدا، اديك بتشوف المنظر ده مش جديد على النادي الاهلي، المنظر ده موجود على طول في كل بلد عربيه بنروحها وفي كمان بلد افريقيه طبعا. فنادي نادي كبير وليه شعبيه على مستوى العالم يعني. دفع قوي بالنسبه لكم الاستقبال والتشجيع والهتافات الكبيره لكل لاعب وللنادي الاهلي والبطل الافريقي بالتاكيد. اكيد طبعا احنا نفسنا ان الجماهير تبقى موجوده في المدرجات عندنا في بلدنا، مش يعني احنا الواحد بيحس بالجماهير هنا لما بيجي اي بلد عربيه، لان طبعا مسموح للجماهير. دلوقتي في اجراءات احترازيه عشان كورونا، ففي ظروف خارجه عن الاراده. بالظبط، بس هو هنا في العادي عامه الجماهير في مصر يعني قبل الكورونا برده ما كانش في جماهير، فاهمني؟ فطبعا بنتمنى الجماهير ترجع تاني ان شاء الله يعني باذن الله. انت الفتره اللي فاتت ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي بشكل مميز جدا في بطوله الدوري، اول ما رجعت من الاعاره بعد موسم رائع مع انبي، بتتالق بتحرز اهداف بتلعب في مراكز مختلفه سواء جناح او مهاجم، مدى يعني الافاده اللي عادت عليك بعد هذا التالق والعلاقه القويه اللي بقت ما بينك وما بين جمهور النادي الاهلي اللي اصبح عنده ثقه كبيره جدا جدا في قدرات محمد شريف؟ طبعا السنه بتاعت انبي فرقت معايا جدا، هي اللي خلتني ابقى راجع المكان ده احسن واقوى من الاول، فالسنه دي اتعلمت منها كتير واضافت لي كتير في حياتي. طبعا لما رجعت النادي الاهلي كان طبعا الموضوع بيختلف، الدنيا هنا اصعب، ضغوطات طول الوقت فاهمني، فالحمد لله الواحد بيجتهد وبيتمرن وبيعمل عليه والتوفيق ده بتاع ربنا يعني الحمد لله. طيب المركز اللي بيحب يلعب فيه محمد شريف، يعني في المره الاولى لما كنت مع الاهلي قبل الاعاره كنت بتلعب جناح اكتر في معظم الاوقات، مع انبي شفناك بتتالق واحد هداف الدوري كمهاجم، انت بتميل لانهي مركز فيهم؟ ايه المفضل بالنسبه لك؟
والله انا مفيش مركز مفضل، انا بالنسبه لي الاثنين واحد. انت زي ما قلت امير انا كنت بلعب وينج اصلا، يعني انا اصلا وينج، فالمكان ده طبعا حافظه جدا، ونفس الكلام الفتره اللي فاتت كنت بلعب فيرود وكنت ماشي فيه كويس. فانت لو جيت قارنت بين المركزين هتلاقيني اللي انا بادي في المركزين كويس. يمكن طبعا في الفيرود بيجيب جوان اكتر، لان الفيرود دايما بيتسمح لي فرص محققه عن الوينج، يعني في العالم كله، يعني مش في مصر بس. بعد ربط بمشاركة والتر بواليا وتواجد مروان محسن محمد شريف في ظل تألقه ان في منافسة قوية جدا ما بين الثلاثي، ودي اكيد منافسة في صالح فريق النادي الاهلي، لكن الناس ذهبت لجزئية ان ممكن يكون محمد شريف يعني الامر ده بيضايقه شوية بما انه كان ماشي كويس، بتبص للجزئية دي ازاي؟ طبعا انت في النادي الاهلي فلازم يبقى فيه لعيب واثنين وثلاثة اقوياء، مش شريف بس يبقى كويس. يعني انت لو امر طبيعي، يعني طبيعي لو شريف بس اللي يبقى كويس مثلا في المكان ده، شريف هيبتدي يكسل. فانت لما بتجيب مهاجم ولا بتجيب حد طبعا ده بيشدك معاه، وزي ما قلت لك النادي الاهلي مش لعيب ولا اثنين، احنا مجموعه كامله، مجموعه لعيبه كويسه واحسن لعيبه في مصر. فبدليل على كده انا لو زعلان وكده زي ما كنتش جددت عقدك، مش جددت، ده انا مجدد في الفتره اللي انا كنت قاعد فيها اصلا. بالظبط، كواليس التجديد احكي لي الامور كانت ماشيه ازاي، وعرف كل جماهير النادي الاهلي، والتوقيت او التفكير بالنسبه لك خد وقت قد ايه؟ لا الموضوع ما كملش يومين مع كابتن امير، يعني الموضوع كان خلصان، يعني ما كانش في اختلاف خالص يعني بصراحه. يعني مجرد ما فتحوا معاك ملف التجديد ما جددت؟ لا ما كانش في اختلاف خالص بصراحه يعني. بس رسالتك الأخيرة لجمهور النادي الأهلي قبل المشاركة في محفل عالمي زي كأس العالم للأندية؟ إن شاء الله نعمل حاجة كويسة للنادي وباسم مصر كلها، ونعمل حاجة كويسة وناخد مركز كويس بإذن الله. زي ما حضراتكم شفتوا كلام مهم جدا، وبيقضي على كل الإشاعات اللي كانت بتتكلم خلال الفترة على موضوع محمد شريف، إن هو والتر بواليا بيلعب ما بيلعبش، محمد شريف بيلعب ما بيلعبش. النادي الاهلي يا جماعه لازم يكون فيه 30 لاعب كلهم افضل من بعض، مين يلعب او مين ما يلعبش مش انا ولا حضرتك اللي بتقول، ولكن المدير الفني هو اللي بيقرر وهو اللي شايف مصلحه الفريق. وبالتالي كلام مهم جدا، ولقاءات حصريه، ثلاث مفاجات، بيتسو موسيماني، ايمن اشرف، محمد شريف، ثلاث مفاجات على شاشه قناه النادي الاهلي.